تمام، عندكم صورة؟ اوكي تمام. تمام. أبو نواف، هلا حبيبي. لحد ما يخلص اشرح بس سؤال بسيط ابو نواف بخصوص الديدلاين، برجع لك اياه في الموضوع نفسه. نعم، الديدلاين لازم يكون الجهاز اللي تعطيه امر، يعني لازم يكون مثلا برنامج ديدلاين موجود في مثلا برنامج الماك، لازم في ذاك الجهاز لما تعطي امر انه يبدا في عمليه الرندر لازم يكون الفيري موجود منصب على ذاك الجهاز نفسه، او ما له دخل يعني من اي جهاز. لا، لازم 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 كل الأجهزة يعني يكون موجود فيه عليه الفيري، باجنز. ايه، لازم يكون موجود البيراي. يعني معناته لازم يكون المايا والبلجن موجود. ايوه، المايا اه والباجنز لازم يكون موجودين. ترى انا اشوف هذه المشكله الحين، رديت اشوف كله ماشي، ما رندر شيء، اقول سبحان الله ويش. ايوه، فحلو ايه لازم تسمع. يبينا ندخل، لان انا عجبتني هاي حركه السياره، حلوه وايد حلوه. اذا تحط له بعد تحط شجر شويه صغير مني شويه مني، وهذا راح ونقطع الكاميرا عليها، مره كلوز عليها، مره من الخلف، مره من الامام، مره الكاميرا واقفه والسياره تعدي عليها، يعني راح تصير شوتات حلوه. يعني زين. هم انا برتب ابو نواف، اي برتب وحتى برسم لك اياه، فهمت؟ ونشتغل عليه يعني مع بعض. يلا. اي والله، اي والله حلوه، راح تصير حلوه، انا متاكد راح تصير حلوه ان شاء الله. حلو. في ري، ها هو مايا في ري. هو ما يبي ري. نعم. اي خلاص، طرش لي، خلينا نسوي عليه قطعات كاميرا. خلاص. تمام. هلا انا عم بدا برندر اللي هو الكودا، فول ريسايز 32، نفعل السي بلس بلس والانفيديا مع بعض. وهي عندي هون الكلر مابينج اند جاما شغالين كله موجود مع بعض، حتى السب بيكسل مش مشغلها علشان النقاط البيضة هاي، كله هلا راح يروح. حاطط انا انه يعطيني مثلا 3 مينتس على سبيل المثال، حتى ال 3 مينتس انا شايفها كثيره، على يعني عم بنضف السين قبل ال 3 مينتس. ومفعل الجي اي، حاطه 300. لحظه اشوف ايش في كمان، في اشياء سيتنج. طبعا رافع انا الدايناميك ادابتف. اوكي، والرندر انا حاطط اللي هي الزي ديبث، كنت اشوف الزي ديبث تبعه عجبني كثير، الزي ديبث رائع. والاي بي ار هذه انا اجمالا مش كثير مقتنع فيها يعني. وبرندر على 720 اللي هو 1280 ب 720. كنت بس بدي هسه لما يخلص بس اورجيكم اهم يعني اهميه الدينويزر في الموضوع، قديش حلو وقديش بوفر، قديش ترفع الثرش هولد او تنزله وكذا. اقول لك يا اشرف، حبيبي الموديلنج مشتغلنا على المايا ولا على الماكس؟ هذا من داز حبيبي، مش انا مش موديلنج، اه نعم، انا مش موديلنج. لان جميل صراحه، حلو. ايه بعدين هذا مربعات، يعني داز بعطيك مربعات مش مثلثات. جميل يعني اذا جميل. بتحب تشتغل عليه تضيف عليه بالمربعات بتقدر، بس بالمثلثات بتصير حياتك صعبة شوية. لا لا، الحياة صعبة ما نريد احنا، تعبنا منها خلاص. ايه واحدة، تمام. هاي الدينويزر اشتغل، لاحظوا تحت الدينويزر إذا باين عندكم تحت دينويزر ار جي بي كلر.
طبعا انا حاطط اللي هو effects result بحيث انه على السريع اشوف النتيجة قائمة يعني. تمام خلص اورجيكم شيء بس كيف كنا اول وكيف صرنا. نيجي على الصخرة هاي مثلا، هذا النويز بدون اللي هو remove noise، شايفين الصخرة؟ هذا مع remove noise، شوف الفرق، هذا بدون remove وهذه مع remove noise، صراحة شيء يعني خرافي. شوي واضح يعني، يمكن هذه أكثر بعرفش إذا مبين عندكم، مش كثير مبينة، منطقة كبيرة يعني حاسس انه مثلا لحظة نفعل هون ال وايت والاشياء هذه. شوف هيك بس ثواني، هيك صار في صورة اوضح عندكم. بس بدي اورجيكم انا الفرق، هيك بدون دينويزر اوف، وهيك مع الدينويزر اوف. اي والله انا صدمت صدمة كبيرة والله يا صاحبي، قوية والله بصراحة. اي شايف يعني حتى النقط هذه بقدر كمان تنشال اكثر. بس بدي اورجيكم شيء كثير حلو. ايش هذا؟ شيء بونص، كنت اخر امبارح ولا اول امبارح كنت اجرب عليه شيء. اشرف حبيبي دينويزر يزيد شويه في وقت الرندر ولا لا؟ لا ثواني، زي ما انت شفت يعني مش بعد ما خلص رندر ففورا يعني ما مش ذاك الشيء يعني ما حسيت انه والله يطول ويشيله. لا انا بورجيك مره ثانيه، بس خليني ارفع اللايت عندي. مش عاملها انيبل. تمام يعني انت شوف، خلي اسكر هذا حتى بفيرجنات القديمه كنت لما بتعمل على الجلوم افكت كان لازم رندر يعني في كثير والله الفريم تغير طاير اجمل واسرع بس هذا ما يعطيك اياه بالرندر، هذا يعطيك صوره صح؟ اشوف ما شوف، ما جربت لسه اطلعه يعني لحاله اشوفه انه هو بقدر اطلعه لحاله ولا لا، ما بعرف يعني لسه ما جربت. اظن فقط البريفيو. ايه فقط. لا ما اتوقع لكي تشوف هناك بعد تعمل. شو الفايده فيه اذا البريفيو يعني ليش احطوه اذا انا ما بدهم نستغله؟ ليش يحطوه؟ كيف يطلع يعني ما تروح حتى تروح الافتر ايفكت بعدها تعمل؟ ايه بالضبط. لا ما انت في كنترول على افتر افكتس بعد هالصوره عندكم هيك معتمه ولا في؟ لا وضحت تمام. تمام ها؟ ايه شوف امين بعد ما يخلص، انا نسيت انزله على الثلاث دقائق. استوب نحط واحد واجرب السبكتس الماضي شغلها. هنا الخدعة تخليه دقيقة وتعمل بالدينويزر. ما هو إيه أنا هيك إيه هو هذا قصده. إيه هو هذا قصده. هلا لا استعملته. هلا عملته. بس ما افتكر الدينويزر يعني غير عن الدينويزر اللي بالافتر افكت. لا افضل، انا جربت هون وجربت هون. الدينويزر بطبيعته بيزيد البلير على الصورة، هذا الشيء أنا ما حسيته في الدينويزر اللي على الجير لأنه بترندر رندر، فطلعت على الصورة لقيت لازال محافظ على التكستشرز يعني الدينويزر. إيه فهمتك، يعني ممكن الدينويزر اللي بالافتر افكت يسوي دينويزر على كل الصورة، أما هني يسوي ممكن بس على الأماكن اللي يشوفها فيها نويز مثل الزفتو مثل الكلوجن سوالف هذه. اي هلا في بيبين لك وين المشكله بالضبط في الدينويزر عن طريق الريزلت افكت، تقدر تشوف انت وين النويز موجود بالضبط وتعمل له فيكس. كنت بدي اسالك عن هذا الموضوع هلا كمان، انه مطلع لي انه في نويز مثلا على الريفليكشن، طب
نويز على الريفلكشن. طب انا ما عندي سامبل للريفلكشن، كيف ممكن اعالجها؟ لازم في سيسمه، لازم في سامبل للريفلكشن. امين امين. هاي بلش دي نويزر، شوف هاي بلش، شوف شوف الوقت كم عد، يعني 1 2 5 بيكون مخلص. خلصنا خلص، شفت يعني ما اخذ شيء يعني. بس انت مثلا هسه انا عشان انفعله، شايف هيك بدون طلع، شوف الفرق. ايه مبين على الشادو يعني. وعلى ال الله، انت يمكن مش واضحه عندكم كثير. لا واضحه. اي بس يعني انا عندي، ولا ما شفته اغمى علي. ايه بالفعل هذا مأساة الدينويزر. طبعا فانت شوف، اخذنا يعني شوف ابو نواف، اخذنا صوره، شوف دقيقه 29 ما فيها نويز، تمام. الشدوات عندي حلوه وما عندي تكسيرات، النقط البيضاء يعني موجوده بشكل بسيط، عرفت؟ وباقل الوقت، وسرعه حلوه، وصوره حلوه يعني ما في مشاكل. انا هذا اللي كنت اقصد فيه يعني. انا كنت اقصدك يعني، فهمت قصدك. عرفت يعني، خلينا مثلا لو طلعوا انا عندي السب ديفيجن انفايرمنت كله، تحكمه من هون برضه كثير حلو يعني. خلينا مثلا نرفع هذا هون شوي، خلينا نخلي مثلا 250 رندر. انا بدي كنت اطلع الاضاءه من هون يعني، عشان هيك كنت بعمل بلاك على الصوره، بدي اشوف لما بطلع من هون ايش بصير الصوره. هذه تقريبا يعني جاهزه كامله بالرفلكشن، بالسبيكولار نورمال. اورجيك هلا لما بدخل على وجهه اكثر كلوز اب، بدي اورجيك الرفلكشن تبعه شو حلو وسلس وسريع. طبعا في عندي في اشياء بسيطه فيها الفا وما بتحس في مشكلتها بالرندر يعني، مش مثلا لما تكون الماتيريال مش ارنولد بيموت. عفوا مين ارنولد هذا؟ بيرن مين؟ انا بحلم فيه، بحلم فيه حلمي. بحلم يا زلمه والله. شوف هو البيري حلو بصراحه، حلو البيري. انا ما اقول لك مو حلو، انما وكل صدقني والله العظيم اني كل ما افتح ارندر الاثنين مع بعض، عرفت؟ لان قاعد يعجبني ان 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 الديفولت الافتراضي للفي راي سريع، يشجعني انما بس اشوف الصوره يضيق خلقي. لا لا لا، تقدر تعمل عليها كثير ابو اي ممكن. ليش قاعد اقول لك احنا نبي 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 هالتجارب هذه عشان الواحد يقدر يعوض يعني، عرفت؟ طبعا نقارن. لازم نقارن يعني، اذا ما نقارن يعني ما يصير. اكيد. شوف هنا زيدرث مثلا، مرة قبل فتره كان منيح وحياه طالعه. زيدرت تسوي له سيتنج معين؟ لا لا والله ما سويت له شيء، بيطلع لحاله، بس عشان ده اورجيك اياه مش راضي يزبط. انت اورجيك وين مثلا، لو جينا على جلوبال انيميشن مثلا، على جلوبال بيورجيني وين في، شايف النقاط البيضاء هون في نويز. اذا رحنا على الرفلكشن، لاحظ الرفلكشن النقاط البيضاء هنا بيكون في نويز. على هذول الاثنين سبيكولار، شوف السبيكولار نظيف، سبيكولار عندي نظيف ما في اي مشاكل. الريفراكشن نظيف ما عندي فيه مشاكل، اللي هو الزجاج وهيك، والفاينل ريزلت هذه. هلا بدي نويزر نوعا ما انحلت هذه، بس انا عمال شوي معجوق الايام هذه، كنت بدي يعني اعمل تيست رندر واشوف لوين راح اوصل بالنسبه للمشاكل كنت تحكي فيها بالنسبه للفكر. اي اوريك شيء بس انت حاطه الحين هذا بروتو هذا، مو ريديانس. لا لا انا ما بحط ريديانس للصوره، لانه هذه معلومه قراتها عندهم بالموقع مش انا جبتها يعني. شنو تقول المعلومه؟ المعلومه تحكي انه الريديانس يستخدم للصور الثابته بس ما يستخدم
ولكن بحكي لك تم تعويض الجي بي يو بالهايبريد عشان تاخذ احسن لسه من الريديت. لانه كان يعني تتذكر امير لما قلت لك حطها بالسيتنج، قال هذا السيتنج تبع الصبر. قلت له لا، كان زمان يعني، بس اللي اختلف يعني مش هو يعني. فانا كثير مبسوط عليه. ليش سريع البريفيو؟ انا قادر اشوف يعني، ما مش مضطر استنى لاخر شيء يعني عشان اشوف. سريع يعني بقدر اشوف وين المشاكل فورا، وين عندي مشكله، وين عندي الخلل، وين كذا، فورا بعالج. هاي لحالها كمان بتعطي طبعا. هذه بروجريس اسرع. اي شوف انت، ما بعرف اذا وصح عندك تشوفها عندي على التليفون. شوف ما اجمل الريفلكشن مع السبيكولر طالع على الخوذه. ما بعرف اذا واضحه عندك. كثير كلين، كثير حلو. الحيطان، الشجر، ما بعرف يعني، ما بعرف. باب فيرا حلو، ما بقدر احكي لك الا فيرا حلو. حلو ولكن حط شوف يعني. اوكي انا معك يعني. انا جربت كل الشغلات يعني، من ضمنها هذه اللي مساقلنا عنها اللي هي الترانسبيرنسي. قلت لي انه ممكن اذا حطينا الماتيريال ماله يمكن يعني في فرق. الحين بجربها، انا الحين بجربها بعد شوي بشوف على هذا. بس المشكله وعندك ابو نواف، لازم الكرت يكون عندك منيح يعني، لازم تشتغل على كرت الشركه حتى انه انت تطلع بنتيجه يعني، عرفت؟ لا انا شوف ما ابي، ما شوف، مو الحين مو هدفي انا السرعه يعني، مثلا اسرع من الارض ولا لا 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 بسرعه. اي انا الكرت لازم يكون لا لا ما له علاقه الجي بي يو. الحين على السي بي يو انا ابي، انا مثلا اقول لك انا شنو قصدي. مثلا هذه الصوره بدون ترانسبيرنسي خلت تاخذ 5 دقائق، ما عندي مشكله، مو مشكله. ولكن اذا شغلت ترانسبيرنسي لا تاخذ لي 10 دقائق. لا هذا قصدي. لا. لا ما أتوقع. مو هذا، وهذا اللي أنا قاعد أشوفه، إن مجرد ما أحط شو اسمه ألفا على الشجر شوية تعلى السالفة. وإذا حطيت هم نفس الشيء سبيكلر شوية قوي أو ريفلكشن قوي شوية، أي خاصة إذا عطيت الريفلكشن شوية بلور يصير مشكلة. طيب شوف أوريك شيء كثير مهم. أشرف الصورة في سطح المكتب ديري. إيه؟ صورة. مو سامعك. صورة في سطح المكتب. أنت مش طالع عندك الأفتر إفكت اللي مو طالع عندكم؟ لا صورة، يقول لك صورة سطح المكتب عندك فيري. لا مرمسة. هذا وهذا مرمسة. حلو. شوف خلينا بس أورجيكم شيء كثير هيك حلو، ممكن يكون مهم لكم وممكن الناس يشوفوه مو مهم، بس خلينا نشوف. لو عملنا مثلا نيو تكست، كتبنا مثلا أنا على 100 تمام. خلينا نجي هيك. هلا مثلا في ناس مثلا بتحب تروح على تعمل مثلا اللي هو الجاد ريز. ايوه اللي هو الضوء اللي جاي من مكان يعني ببينه. اللي هو ايش بنسميه في الماير جاد ريز، انا نسيت. اللي هو يعني زي هيك مثلا ايش ريز ايه هو الريز. لا له اسم، هو باراميتر ايش فوتومتريك. فوتومتريك عرفت. خلينا نشوف مثلا انا كيف بدي اشتغل هاي الطريقه بالافتر افكتس. طب انا مثلا لو كان عندي مثلا فيديو متحرك بدي اشتغل على هاي الطريقه، كيف بدي اسويها؟ ليش اقعد سنه وانا اعمل هون وهون، وبينما ممكن الفيري او الارنولد يطلع لي اياها احسن؟ بس في عندي هون شيء ميزه احلى بكثير من الموجوده بالفيري وبالارنولد. شوف في عندنا شيء هو بلاجنز قديم ولكن تم تطويره بطريقه مذهله بحيث انه صار 3D.
لو رحنا على تراب كود رحنا اخترنا الشاين. تمام؟ الشاين اي قديم هذا الشاين. هذا الشاين زي ما انت شايف هذا يعني هذه كان هذا حده وتغير الوانه هيك كان الشاين زمان. تمام؟ طيب ايش صار في الشاين هسه؟ الشاين 2D صار 3D. ما يعني لو انا جيت عملت نيو عملت نيو عملت كاميرا تمام وتو نود كاميرا اوكي وجيت هون عملت لايت عملنا لايت لا مو سبوت لايت اعطيني بوينت لايت اوكي بوينت لايت وجينا على اللايت هون ولحظه نطلع صح 100% وجينا على اللايت سميناه كتبنا بالطريقة هاي كابيتال شاين شاين مع كابيتال حكينا اوكي تمام وكبسنا هنا على 3D لايت شو صار عندي هنا صار عندي هلا تحول الشاين من 2D ل 3D يعني لو انا بحرك هيك صار عندي 3D هلا ما عاد 2D يعني ما عاد زي اول 2D انه انت مثلا في اماكن ممكن يظهر معك وفي اماكن ما يظهر معك تمام انا نبدا معكم واحده واحده نرجع للشاين في شيء عندي هون لو عملنا بري بروسيس في عندي شيء اسمه ثرش هولد ثرش هولد ليش اذا كان انا عندي مثلا اكثر من مكان جاي عليه الشاين بقدر اعمل ثرش هولد بحيث انه بس يضل على المناطق البيضاء تمام يعني لو اجيت انا اعملكم اياها عملي لو مسكت هذه حطيتها هون تمام انا بدي اطلع من هاي الصوره نروح على حلقه 32 بت 32 تمام هلا مثلا لو انا اجيت عند هاي الصوره واجيت لاير لحظه لاير نيو لايت تمام خلينا بوينت لايت اوكي وجينا على الكاميرا اوكي وجينا هنا كتبنا له شاين كابيتال شاين شاين وعملنا اوكي وجينا على الصوره هون بكت تراب كود شاين تمام شوفوا هون الشاين اخذ كل الصوره حمراء تمام عندي الصوره كلها صارت حمراء طب لو انا مسكت اللايت تمام حكيت له انا بدي هاي المنطقه الاماكن اللي فيها اضاءه واجيت على الشاين مره ثانيه ورفعنا الثرش هولد شوف شو صار راح بس على الاماكن على المكان اللي فيه لايت وفعله بدون لا كي فريم ولا ماسكات ولا شيء شو ممكن نعمل اكثر من هيك اذا وديته على الباك الثاني تقدر تعمل ايوه اي اوكي اوه والله حلوه وبتقدر حتى على الباب اي للباب حاب تطلع مثلا شيء تمام خلينا نجي هيك مثلا نروح على الشاين نرفع الريدر شوية صغيرة بس والبوست لايت اللي حابين نرفع نزيد اكثر تقدر تغير اللون بدل الاحمر يعني تقدر تغير اللون هاي اللي جايها واحدة واحدة راح اوريكم شيء كثير حلو في الشاين الجديد خففت علينا جهد نروح على الكلرايز الكلرايز بامكانك انه انت تيجي مثلا تعمل نان حياخذ اللي من الصوره اذا عملت له نان حياخذ من الصوره لكن اذا رحت مثلا هون بلشت انت تكتب له مثلا تحكي له مثلا بدي اياه رينبو بدي اياه كذا حيعطيك الالوان هاي بس اذا رحت عملت له نان حياخذ من الاصل عندك من هون تمام هلا في شيء هون كثير حلو اللي هو فراكتال نويز ايش هو الفراكتال نويز لو اجيت انا عملت فراكتال نويز انيبل راح يعطيني على الشايني هذا نوع من الغبره او الدخان او كذا وتقدر تسوي الفراجلر انيميشن نعم
بالضبط. عرفت؟ هلا في له هون السبيد اكس اند واي، اذا مثلا انت عندك النار حاط نار هون بدك اياها تطلع تبين لفوق ترفع له الواي، اذا مثلا على الشمال الضباب بتحطه اكس، خلي مثل ما هو، لكن انا بدي اعمله على البارالاكس. تمام. نيجي هلا هون على الزيد ديبث، قديش بدي الزيد ديبث تبعه يكون؟ اذا في عندك مساحه كبيره زي اللي ورجاني اياها ابو نواف من فتره بين الشجر، الضباب ما بين الشجر، حط لك هو زي ديبث انه انت في زي يعني زي اكسس يعني 3 دي، انت تقدر تدخله لجوا اكثر يعني تعمل له عمق اكثر، وبتقدر كمان ترفع البرايتنس، في ترفع له البرايتنس، وبتقدر كمان الكونتراست تتلاعب مثل ما بدك، بدك اياه يكون مبين اكثر يعني مثلا الاوباسيتي تقدر ترفع انت هيك صار مبين معي الضباب اكثر، بتقدر تخلي مثلا عفوا بس لو خلينا مثلا 50 مثلا. تمام. السايز قديش بدك السايز، قديش بدك سايز يكون يعني تشوف هو تقدر لغايته عشان انت تعرف بس تقدر ترفع سايز تقدر نرفع حطينا 20 مثلا لو كبست بلاي مثلا على سبيل المثال، بس بدي اورجيكم الانيميشن هذا هلا مثلاً لو رندر هذا شوفوا. نعم نعم تمام. وفي الروتيشن، في يعني اللي بدك إياه أنت قادر تتعامل فيه، بدك إياه سكرين لايت، في هنا آد بدك إياه أقوى، بدك يعني في أوبشن كثير حلو. النويز ايش بد اذا مثلا كان عندك على سبيل المثال عندك كان اكثر من لايت، تمام، اللايت الاول ما بدك يكون عليه نويز، ما بدك يكون عليه مثلا فراكتال نويز او عفوا الجاد ريز، تقدر تحكي له مثلا النويز يكون على لايت بي، تمام، راح ينتقل هذا الضباب راح ينتقل من لايت اي للايت بي مثلا، نجربها مع بعض لايت طبعاً شاين بي، تمام، بس دو انتر بس اخذ نجيب هون وعلى الشاين لايت شاين اي كان انا كاتبها خطا بس. اوكي تمام، انا ما جربت بدي اجربها مثل الاي دي قاعد تسوي يعني مثل الاي دي بالضبط يتنقل هو يعني بدل ما هو على الضوء هذا، مثلا انت عندك مشهد النار موجوده على لايت واحد، تمام، فانت بدك انه يشتغل مع لايت ما يشتغل مع الثاني، صرت تتنقل فيهم من مكان لمكان. بس انا اتاكد بس لانه انا ما اشتغلت عليها لحظه شوي دي اوكي 3D دي مو ظابطه معي، بجربها وبتاكد منها وبعطيكم. لا غيرت مصر. يمكن ايه مغيرها انت A و B. في شيء كمان زي ما حكيت لكم هو 3D يعني هلا وضعه مختلف، يعني كنا زمان مثلا لما بتحركه، لاحظ انا عم بحرك بالكاميرا الان، لما كنت زمان اتحركه يكون يتحول فورا الى فلات لانه هو كان 2D، لاحظ وما بحرك الكاميرا هو مش بيشتغل معي 3D اكس واي زي يعني. نعم. فهذا في موضوع لما تركبه مثلا على شمس او تركبه عندك على شيء بصراحه بيطلع صرع روعه. لا حلو بصراحه ويساعدك. اشرف حبيبي هذا اللي كنت قصده لما كنت انا مشتغل على ايوه بالضبط بالضبط نفس بالضبط هلا انت بامكانك تعمل اشياء كثيره عليه حلوه، يعني ممكن مثلا انت بتشتغل هون كومبوزيتنج، بامكانك انت تقص
مثلا الشباك على سبيل المثال. باسس ليش تقص؟ بالضبط. او باسس وتاخذ بس اللي بدك اياه، تاخذ بس اللي بدك اياه. يعني الباس اذا بدك تتاثر في الموضوع تتاثر عن طريق الباس، وهذا بحلل لك مشاكل كثيره في نوعيه الشغل. وهذا كنت حابب كثير احكي لكم عنه، انه حرام ما تنتبهوا له، يخفف عليكم شغل، يخفف عليكم رندر، يخفف عليكم بلاوي. يعني الشخصيه هاي لو انت رندرتها لحالها وحطيتها هون برضه راح ياخذ بنفس الاسلوبيه. يعني ايه يعني لا، حتى الشخصيه اشرف يعني هذه بالمايه سهله، هذه تقدر ترندرها لحالها ماسك، وما يعني 1000 فريم يمكن ياخذ منك 10 ثواني. يعني هو ليش المشكلة في هاي الجادريز؟ هاي المشكلة إذا أنت رندرها طلع مكانها مش مزبوط، يعني لازم تعيد كل شغلك. هاي المشكلة فيها. فعشان هيك دائما أنا بحب أنها تكون خيار وليس أساس. أتوقع بالأرنولد لها باسز تقدر تشيله، تقدر تحطه، عرفت؟ تشيل، راح تشيله بس مش هتقدر تحركه. اي ما تقدر تحركه، يعني ما تقدر تحركه. لكن مثلا انا هون مثلا بدي من ورا الباب، طلع انت ما اتملى من ورا الباب، كيف تعطيك الحياه وال يعني احكي لك انه انت يعني هي من عندك انت، كيف شايف مثلا ياخذ من هون. يعني حتى السيتنج مالها روعه بصراحه، يعني حتى يعني تسوي انيميشن وانت على الريل تايم مالك. ابدا ماشي إيه؟ معك صحيح زي ما بدك. إيه؟ عرفت مثلا هلا انا عم بشرح بشكل سريع، بس انت لما تدخل فيها مثلا وتنتبه لكل واحدة ايش موجوده، وحتى في عندك هي مثلا يوز ماسك، اذا انت عامل ماسكات معينه انه ياخذ منها، بس تحكي له يوز ماسك الفيدر قديش بدك في. يعني في هو في كثير اشياء بتقدر يعني هيها هون كاين اللايت اي وكلايت بي. شوفت هاي لما حطيت لايت بي طفى، عرفت؟ عرفت هاي كان انها كنت من هون العب عليها. هذه على اساس برضو شوف ما اجملها كمان ابو نواف، اذا حاب تعمل سويتش ما بين اللايت والنويز مع بعض. تخيل اطفي هذا يشغل هذا على سبيل المثال. الموضوع عندكم ديتيلز، تقدر تزيد الديتيلز اكثر. يعني انا حبيت بس اورجيكم اياه، يعني شوف تقدر تزيد. لا روعه روعه بصراحه. يعني انا الحين اكتفيت، ما راح اسوي. والله صحيح بالارض ما راح اسويها. اي لان اجمل بصراحه، اجمل مو بس كنترول اكثر. اي والحلو في الموضوع في شيء بالتراب كود اللي هو من شركه ريد جاينت، لو احنا تراب كود في عندك اللكس، لو شغلت انا اللكس حيتفاعل. لحظه شوي، حط البوينت لايت، لايت ريديوس شويه، اجربها سورس نيتشر يمكن ما بتزبط او ممكن تزبط على لاير ثاني ما بعرف. الفكرة من الموضوع إذا كنت أنت حابب تشتغل، يعني لو مثلا لو روحنا هنا حكينا له مثلا يوصل على السريع، يعني لو روحنا مثلا على الإفكت تراب كود بارتيكولر، تمام هذا البارتيكولر تبعي، خلينا مثلا ندخل هون على البيلدينج السريع، بيلد سريع particles، إذا مثلا بغير particles أو شكل particles بقدر أغيره، يعني ممكن يكون مثلا شيء زي هيك particles، ممكن يكون أي شيء، ممكن يكون ناطق style أعطيني نوع style، تمام. والphysical لا، ما فيناش physical rendering، أي motion blur نعمل apply بس على السريع، هيك على السريع يعني شيء سريع مش راح نركز فيه كثير. بس انا كنت حابب اورجيكم الشيدنج، هذول البارتيكلز اللي انا حطيتهم هلا هون، بس شوي والله
اها بلش يظهر هلا هذول البارتيكلز اللي انتم شايفينها انا بقدر اخليها تطلع بس على الريز على هذا البارتيكل. تكون موجودة بي بي بس بقدر بس هنا لحظة عشان اسحبها هنا ايوه هيك بقدر اروح على الشيدنج على الشيدنج واعمل له اون هلا لو انا عملت بلاي لاحظ وين بيظهر عماله بيظهر بس بيظهر بس على الاماكن اللي فيها لايت مثل الحبيبات هاي اللي تطلع ايوه اللي بتعمل الغبره وبتعمل شيء غبره وهذا بصير كل ما ببعد لاحظ مثلا جوا في لونه اسود مش مبين بس لما بيظهر على الضوء بيجي على الضوء ببين ايش شكله هذه لحالها انت لما مثلا بدك تطلعها من ارنولد من تري في ري مش هتخدمك في هذه الطريقه ليش لانه البارتيكولر مع الشاين هم شركه واحده فهم كومباتبل مع بعض فبيخدم الشيدنج بيخدمك في هذا الموضوع طبعا تقدر تزيد الامبيانت تقدر تزيد الديفيوز بدك الديفيوز اكثر بدك السبيكولر اكثر تقويها يعني صح صار اقوى يعني اذا في عندك سورس اذا عندك سورس حابب تمشي عليه صورة كذا برضو بصير يعطيك إياها الديفيوز والسبيكولر على حسب الصورة اللي أنت شغال عندها بشكل سريع مش راح أعطيكم أكثر من هيك بس إنه لي زمان مقصر معكم مشكور مشكور والله جزاك الله خير بصراحة معلومات فظيعة حبيبي الله يعطيك العافية ما قصرت لا والله تمام تمام شغل عدل حلوة حلوة هذه خلاص أنت طمنتني الحين ما راح أرندر أنا قاد ريز يعني لا ليش لأن هو شوف هو عموما مثل ما قلت أنا أنت يوم قلت لي إن أقدر أسويها بالأفتر أفكت أنا توقعت يعني لايت وتحط له سوليد ويصير ثابت مو بهالطريقة هذه يعني لا 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 رسمي يا ابو نواف تظل تثق فيه لا لا انا ادري بس بنشوفها كنا بس جواك الله اي لا والله مشكور مشكور شغل حلو مرتب حبيبي حبيبي يسعدكم اي سؤال شباب تسلم تسلم والله كفيت وفيت كفيت وفيت حبيبي حبيبي أنا تينج إحنا بالخدمة دائما شباب. في ريكورد على اللي صار ولا ما في ريكورد؟ إيه إيه سجلت أنا. تمام تمام تمام. يلا خلي الشباب تستفيد. أي نعم. دمتم بخير أصدقائي ونجتمع دائما على الحب والمحبة وإلى اللقاء. إن شاء الله. أنا وافع. طرش الإيميل جيميل مالك. إيه. أساس طرش. أعطيك أسجل لك إياه هني بالشات. حلو او انه حتى في الجروب اذا كان خلاص ادزلك بالجروب دزل بالجروب أيوة. ماشي اوكي حبيبي تمام يلا منتظره منك انا خليني اسوي عليه تجارب يلا الحين اطرش لك اياها يلا خوش اوكي حبيبي يلا مع السلامه اسبوع على خير بس اقول لك ابو نواف اي حبيبي قول انا بس عملت لك اياه على هو نهاري بس مش لي فهمت؟ إيه ما يأثر ما يأثر ما يخاف بس أهم شيء الماتيريال فيري كلهم يعني كلها يا الأمور طيبة إيه تمام ممتاز أوكي طيب أوكي حبيبي يلا شكرا مع السلامة